الراجل ده ليه حق عندك يا عبد الله، وقصدنا حل. طب وانا اعمل له ايه؟ الراجل عربيته اتسرقت. سواء مش مصدق وعايز يروح يعمل محض، هنخش بقى في سين وجيم وحوارات احنا مالناش فيها. طب هعمل له ايه طيب؟ بص يا عم الحاج، حقك عندي، بكره هتعدي عليا يا تاخد العربيه يا كيشها. يلا مع الف سلامه. يلا بينا يا رجاله. مش قلت لك يا عبد الله معلم عباس هو اللي هيحلها؟ اتكل انت على الله يا عم بدر، انا ليا كلمتين مع عبد الله. ماشي، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت بقى الندى يا زي خرب الابره؟ انا دلوقتي اقدر اسجنك. افرض الراجل ده رايح عمل محضر والحكومه جت فتشت عندك ولقوا نمره العربيه ولا موتورها، هيبقى شكلك ايه؟ يعني انت اللي عملتها؟ خليها طلاق احسن. ليه ترملها ولا تيتم ابنك؟ مش هاخد فيك ساعه حبس. فكر معايا كده، لما الناس تعاير ابنك وتقول له ابوك حرامي. مالكش دعوه بالواد، مالكش دعوه بيه. قلت لك الولادي ما تلزمنيش في اي حاجه، انما الواد مالكش دعوه بيه، واعمل لك اللي انت عايزه. اسم الله عليك. طول عمرك نبيه يا عبد الله. نتقابل بقى بعد 3 ساعات عند المأذون، ومش عايزك تفكر كتير لحد ما نخلص ونطل. ماشي، بس خليك فاكر الايام دول، ولو قدمت لغيرك ما كانتش وصلت لك. معاك، بس دول بقى يوميني، وزمنك انت والمعلم حنفي ولا وراح. وخدها نصيحه مني، ما تفرقش كتير لحد ما نخلص، عايزك تتفرج وتتمتع. عيش عيش يومك زي ما انت عايز، بس زي ما قلت لك الواد لكش دعوه بيه، ما تجيبش سيرته. الراجل الواطي بقى يلف اللفه دي كلها عشان يخليك تطلقها؟ بس بقول لك ايه، سيبها وارميها ولا تسأل فيها. اللي يبيعك بيعه وبالرخيص كمان. يا غالية هي مش فارقة لي أصلا، بس لو الدراع وحش أنا اللي لازمني الواد. يا غالية الواد، بقول لك يا عبد الله، أنت أخويا ومش هكدب عليك، الواد صغير وفي سن محتاج لأمه، وأنت مش هتقدر عليه ولا هتعرف تربيه، خد مني. وبعدين أهو قدامك يا أخويا وموجود، لما تحب تشوفه هتشوفه لحد ما ربك ييسرها. مثيل هتقلب واللي فوق هيجي تحت، وساعتها هدوس على وشهم كلهم. ان شاء الله انا مش هسيبك لوحدك، هاجي معاك وانت بتطلق. يا غاليه انت فيك اللي مكفيك، وانت ناقصه. اعمل لك ايه اخويا حبيبي بقى، لازم اقف جنبك. ما تخافش مش هسيبك. دون البطايق. راجعي نفسك يا لب، الواحده يا اختي ملهاش غير بيتها وجوزها عشان خاطر ادم. هنعمل ايه بقى؟ اشطال ودخل بينهم، النصيب واخره هنا. خلصنا يا مولانا، هي مش اتنزلت عن النفقه وعن المؤخر. خلصنا يا مولانا. برياك بس طلعني يا عبد الله. انت طالق 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 بالثلاثه. بابا هو انت مش هتعيش معايا؟ لا يا حبيبي، ازاي تقول كده؟ بابا هيجي لك كل يوم يوديك المدرسه ويرجعك تاني، مش كده يا عبد الله؟ كده يا غاليه. طب ومين هيحكي لي حدوده؟ أنا هشتري لك تليفون وهكلمك كل يوم وأحكي لك حدوتة. بابا هو أنت بتعيط؟ لا يا حبيبي مش بعيط. ما خلاص بقى قطعتوا قلبي، تعالى هنا أدم يا حبيبي، هجيب لك سكوتر. تعالى تعالى في حضن ماما، يا نور عين ماما وقلب ماما. تعالى يا والا. روح لحبيبي، روح. تعالى حبيبي عمو، تعالى. يلا بينا. خدوا الطاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تتضايقش. الخيرة فيما اختاره الله. يلا يا عبد الله قوم قوم. بعد إذنك.